هوبا، مرتضى منصور بيتهم كامل الوزير ان هو السبب في قتل اخته. صوت وصورة على فكرة، يعني هسيب لكم الفيديو بس في صندوق الوصف عشان تقدروا تشوفوه وتستمتعوا بيه. اللي حصل يا معلم، طلع في العزا بتاع اخته، طبعا كان في صحافة كتير جدا واتكلمت مع مرتضى منصور. مرتضى منصور قال كلام كان تقريبا بالغ حبتين شجاعة، او يبدو ان هم قالوا له انت اخر يوم ليك النهاردة، فايه فاعمل اللي في نفسك. مرتضى منصور طبعا طلع واتكلمنا في لايف النهارده عن موضوع اهانته للحكام العرب تما، وقال لهم انتوا حكام نعاج وانتوا مش عارف ايه، طبعا عشان موقفهم من غزه، وكمان يا عيني ضيع على وكمان يا عيني ضيع على شركه المتحده الجزء الاول 30 حلقه من مسلسل الاختيار بتاع احمد المنسي، بوظوا عليهم كده في بقين اتنين في دقيقتين لما طلع قال لك يا جماعه اسماعيل هنيه ولا حماس هم اللي قتلوا، مش هم اللي قتلوا المنسي، مش عايزين نضحك على بعض. هو يعني ينفع يبقى قتلوا المنسي والدوله تطلع نعي والازهر يطلع نعي؟ مفيش الكلام ده، ما تبقوش مغيبين، ما تخلوش حد يضحك عليكم. ده مين اللي قال ده؟ ده مرتضى منصور، صوت وصوره، كل ده اتشاف، هيبقى موجود في صندوق الوصف. ده الجزء الخاص بالايه، بموضوع المنسي. الجزء بقى الخاص بقى بتاع كامل الوزير. كامل الوزير اتهمه اتهام صريح، يعني مرتضى منصور اتهم كامل الوزير اتهام صريح ان هو السبب. طبعا بقى ايه، ادالهم المناقي خيار، قال له يا كامل بقى وزير، يعني انت دلوقتي انت جاي عمال توسع لي الطرق، مهتم قوي بتوسيع الطرق وتطوير الطرق، لكن مش مهتم بالبني ادمين. طب والناس انت بتعمل بتوسع الطرق اللي هي وسط المساكن، طيب والاهالي بقى بتعمل لهم ايه؟ وقعد بقى يتكلم عن تفاصيله. شارع احمد عرابي تقريبا اللي كان فيه اخته، قال لك انت عارف ان الشارع ده بقى فيه مترو، وان الشارع ده بقى فيه طالع منه كباري بتوصل على محافظات تانية، يعني معنى كده ان هو بقى طريق اقرب ما يكون الى طريق دائري، طريق سريع. فين يا معلم المطبات؟ انت مش عامل مطبات، وانت وانت قال لك واختي ماتت وبسببهم، واختي طبعا قال لك وانا بقول ان دم اختي في رقبه كامل الوزير، دم اختي في رقبتك يا كامل يا وزير، وش كده. فايه يا معلم مرتضى، انت والله انت طبعا انت كلامك ما كانش في دماغي، والله كلامك فعلا صح، يعني رغم ان انت مرتضى منصور بس للاسف كلامك في اللقطه دي صح 100%. مش عارف هل ده بقى موت اختك اثر فيك، او دي النقطه اللي عدلتك ما تعرفش، ولا انت في حد مديك تعليمات تطلع تقول البقين دول؟ انا برضو ما اعرفش، مش هخش في النوايا، لكن انا في النهايه ليا الظاهر، انا ليا ايه، ليا اكل ماليش بحلقه. فهو الراجل طلع قال البقين دول وبيتهم كامل الوزير اتهام مباشر ان دم اختي في رقبه كامل الوزير. ادي يا معلم كل الحدوته، سلام، اشوفكم في فيديو جديد.